إذن ترسيخ لثقافة الاعتراف شهدت مؤسسة تفتح للتربية والتكوين الحسنية جوج بالصويرة تنظيم حفل احتفائي بالسيد العربي عكروش رئيس مصلحة الشؤون التربوية بالمديرية الإقليمية بالصويرة تتويجا لحصول على شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا. إذن يأتي هذا النشاط في إطار الاهتمام وتتمين جهود العلمية المبذولة من طرف مختلف مكونات المجتمع المدرسي بالصويرة، وخير مثال هو السيد اللي هو مسؤول إقليمي يعني على تربوي. إذن يأتي هذا في صميم اهتمامات الجمعية تنمية التعاون الدراسي اعتبارها فاعل تربوي يهتم بالتعاون وبالأنشطة التعاونية وبترسيخ أواصر التعاون والمحبة والتواصل الإنساني من خلال الاحتفاء برجال التعليم ونسائهم بصفة عامة. شكرا. جد سعيد بحضوري لهذه الفعاليات التي تأتي في إطار احتفاء بي كشخص لحصولي على شهادة الدكتوراه الذي هو احتفاء ليس موجه لي كشخص فقط وإنما احتفاء بالأسرة التعليمية بإقليم الصويرة وبكل الفاعلين والباحثين في ميدان البحث العلمي، كما أنني يعني جد فخور لأن جميع مكونات الأسرة التعليمية حاضرة معي هذا الحفل البهيج من مؤطرين تربويين ومن رؤساء المصالح ورؤساء المؤسسات التعليمية وفعاليات المجتمع المدني. بالمناسبة أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن شكري العميق لأعضاء المكتب الإقليمي لجمعية تنمية التعاون المدرسي على مبادرتهم لتنظيم هذا الحفل في هذه الأجواء الرمضانية المباركة، كما أود أن كذلك أن أوجه شكري الخاص من هذا المنبر إلى أستاذي المشرف على هذه الأطروحة الذي قدم لي مختلف أوجه المساعدة منذ أن كان هذا البحث فكرة إلى أن استقام متنا كاملا، كما أوجه شكري وامتناني وتقديري العميق لجميع الأساتذة والأستاذات في شعبات علم الاجتماع بكلية أداب والعلوم الإنسانية بمراكش التابعة لجامعة القضائية بمراكش. إذن هذا الاحتفاء الذي هو عرب على المحبة وعلى المشاعر الرقيقة وعن مختلف الشهادات التي قيلت في حقي التي هي شهادة اعتز بها وافتخر بها واسجلها بمداد من فخر في مسيرتي العلمية والمهنية، واؤكد من هذا يعني في هذه المناسبة كذلك ان هذا الاحتفاء ما هو الا شريف للبحث العلمي باقليم الصويرة على الخصوص والمملكة المغربية بصفة عامة، كذلك ان الحفل أو يعني هذا الحدث هو بمثابة مؤشر على مدى العناية الكبيرة التي تولي مختلف فعالية المجتمع المغربي للبحث العلمي باعتباره أساس للمواكبة المستجدات التي تعرفها الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية على الصعيد الوطني والعالمي ككل. إذن فاختيار يعني المناسبة واختيار هذا الوقت للاحتفاء بهذا التتويج العلمي ليس يعني مجرد صدفة أو وليد يعني الصدفة كما قلت، وإنما هو يعني تعبير عن هذه الفعاليات الطاقات الحاضرة معي على الصداقة ومشاعر الأخوة التي تكونها لي شخصي ولعائلتي الصغيرة والكبيرة. إذا مرة أخرى
أشكر الجميع، أشكر الحاضرين، وأشكر كذلك الذين لم تتيسر لهم الظروف للمشاركة والمشاركة وتقاسم معي هذه اللحظات السعيدة، وأتمنى لهم مسارا موفقا على الصعيد المهني والعائلي والشخصي، وشكرا لكم. باش يوصلكم جديد ديال اسفي الان، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.